مرحبا، أنا مهند. أنا واحد من 97,000 شخص من ذوي الإعاقة يعيشون في قطاع غزة، ولأننا نشكل نسبة ليست بالقليلة في المجتمع الفلسطيني، فقد سن المجلس التشريعي قانون المعاق الفلسطيني رقم 4 لعام 1999 للميلاد، والذي كفل لنا حقوقا كثيرة. أحد أهم الحقوق التي كفلها قانون المعاق الفلسطيني هي حقنا في تلقي الخدمات الصحية، لذلك كفلت المادة 12 رزمة الخدمات الصحية التي يحتاجها ذوي الإعاقة. وهذا كله متناغم مع المادة 25 من الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة، والتي ضمنت توفير كل ما يحتاجه الأشخاص ذوي الإعاقة من خدمات صحية. كل هذا جميل، أليس كذلك؟ لكن هل تعلم أن أياً من الذي ذكر من الحقوق لا يستطيع ذوي الإعاقة الحصول عليها أبداً؟ وسأقول لكم ما الذي يحدث لنا كذوي إعاقة عندما نذهب لتلقي الخدمات الصحية. أولاً، يجب أن تعلم أنه ليست هناك خدمات صحية مجانية أبداً تقدم لذوي الإعاقة. نعم، فلا تأمين صحي شامل لذوي الإعاقة غير المنتفعين من خدمات الشؤون الاجتماعية، ولا التشخيص مجاني، ولا الأدوية مجانية. وبالتأكيد لن تكون العمليات الطبية مجانية أبداً، فإنه في حال توفر تلك الخدمات يدفع ذوي الإعاقة رسوماً لتلك الخدمة، وفي حال عدم توفرها مثل أدوية ضغط العين والسماعات والقواقع أو عمليات زراعة القرنية أو العيون الزجاجية، فإن ذوي الإعاقة مضطرون إلى تحمل تكلفتها وشرائها من القطاع الصحي الخاص رغم ارتفاع أثمان بعضها. وهل تعلم أيضاً بأن النظام الحكومي الصحي لا يساوي بين ذوي الإعاقة السمعية والبصرية وأقرانهم من ذوي الإعاقة الحركية في دفع المساهمات المالية أو ما يعرف بالرسوم والدمغات؟ لذلك ادعموا حق ذوي الإعاقة بالتأمين الصحي المجاني الشامل، لتساهموا معنا في توفير أكبر قدر ممكن من الخدمات الصحية لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة لنا ولأسرنا. كونوا معنا لتنصروا قضيتنا، وشكرا لكم.